صباح الخير. وين كنا؟ وين صرنا؟ الطلاب عندهم قدرة، ونحن من واجبنا ومن مسؤوليتنا إنه نأمن لهم الفرص ليقدروا يبدعوا وينجحوا. وهالحرب ومع هالحرب كتير راهن على انه نحن ما حنقدر نكمل. رجعت مدرستك قبل ما يصير في هيك بالمعطلية؟ قبل ما بشار الاسد يقصف المدارس انه كانت هذا الحرب كان التحدي لنا جميعا لنفرجي الدنيا كلها مين هن شباب سوريا. وبصراحة اكثر انطرحت موضوع الواسطة والإنا، وحتى انه لهون وصلت المحسوبيات. أنا برأيي كل طالب لازم يشكر أستاذه، لأنه نحن أنا والعشرة الأوائل ومنهم اثنين رفقاتي ما كنا قدرنا نوصل لهون لولا أساتذتنا، وحتى كمان إنه التفوق هو اللي حيبني الوطن، هي بتأكد عنه مرة ثانية. نحن بشار الأسد قتلنا. أيوة. نهبنا، إيش نحن عملنا له؟ نحن قاعدين هون، إيش عملنا له؟ نحن بنعبي مي بنشرب هون، إيش نحن عملنا له؟ نحن مالنا ذنب، إيش نحن عملنا له؟ عن جد وين كنا؟ وين صرنا؟